السلام عليكم حبيباتي صحاباتي خواتاتي المتابعات. اليوم جيتكم بهذا الفيديو الخاص بهذا الباط هذا تاع الفورماج الجبن بورسيون. راح نغلفو بهذا الشرائح هذو. نبداو على بركة الله. ها نبداو طول ديريكتومون الخدمة تاعنا او العمل او الترافاي تاعنا. هذا ها نحيو ستيكر هذا نحيو له لي ساق تاعو وما نديروش تما ساير داير نديرو له هادو الشرائح هكذا معتهم معايا شاركو معايا الزوج ونبدا زوج ومن بعد نكملهم وحدي نزيد الثانية نحيو لي ساق هذا نحيو الكارط هذا هذا تالي ستيكر الجليتر هذا نديرو له هكا هذا هكذا تسمى نقصيت الكارط هذا كل هاك شرائح عبارة عن شرائح هكا شوف كاب هنا بروتيجي هادي نغلفو نقوم بتغليف هاد الجهة هادي والجهة هادي تاع الغطاء وهادي ومن بعد نولي لكم الفيديو. هاني غلفتها هكا على الجوانب ومنا وما زلت من بعد نزيد نغلفها مليح ونزيد هاني وليت للغطاء هكا هاك نزيدو نحطوه كيما لا ميم شوز كيما العلبة. بون هاني دوك نكملو ونولي لكم الفيديو. هاني وليتكم فيديو بعد ما بروتيجيتو هكا غطيتو وبعد باه نضربو هادوك لي ديفو ولا حاجة قصيت الستيكر هدا بليتر قصيت زوج دوائر باه نضربو هاد العلبة نضربو صافي الله نديرو السيليكون وقش منحبلوش هادوك شغل لي من يجي هزي هكا يخلي يخرج هذاك الريح تاعو هكذا هكذا هذه القاعدة الداخلية وهذه نزيدو نديرو القاعدة الخارجية نزيدو نحطو الشم هكذا نديرو على الحواف هكا هكذا هكذا هكا كترو شوية الشمع باه يلصق هكذا نحبو نحيولو هداك الكارت بصح نوعي مي كي تنحيه يجي رقيق و يتكمش ديرو هكا خير بيه بالكارت تاعو نضغطو عليه مليح ونحيو هادو سوائد هادو تاع الستيكر هذا زايدين هادو اللي جايين هكا الحواف نقصوه فيهم لكن حطو درك نزيدو نزينوه ما يقعدش هكا نزيدو نقومو بالتزيين تاعو بهاد الستخاص هكذا نبداو هنا ان شاء الله هكا قمت بقص ربع صفوف هكذا بهذا عاد يدرق لي ديفو تاع الستيكر هذا هكذا قصيت هذه لا بوند هذه باه ميم الغوز يخرج مع النواغ انا خلص لي هذاك السطخاس هذاك البلون لارجونتي جو دير لارجونتي طول هذا مكاسي مع النواغ ارجونتي نواغ تسمى هو ارجونتي في الفوق نواغ سيغ نواغ هاكا نديرو
نديرو هذه جهه برك اماميه، نديرها هكا ونقصو، نديرو اسفل العلبه هكذا باسكو ما نديروش هنا باسكو على الغطاء. دونك نرجعو للغطاء، بون نزينوها. قبل ما نزينوها بالستراس قصيت لا ميم شوز، قصيت دو زوج دوائر هكذا، نحطو الشمع بروتيجيو هداك هداك ستيكر هداك لي مكمش مدير بيجي قد قد متساوي هكذا، ونعدلوه نعدلوه جيدا هكذا، نعدلوه مليح بالبيان. شوف ديفوات كلها هو جا متساوي على الكيف، نزيدو نديرو من فوق القاعدة الفوقانية، نزيدو نحطو الشمع. لازمك العبد العمل تاعو لازم ينظفو ويعدلو بيجي عمل جيد وأنيق ومتساوي هكذا. نزيدو نحطو القاعدة العلوية هذه، ها ها جاي يهبل جاكا، و بعد الزوائد هادو نحيوهم أمام هادو يضربو هادو الجوانب هادو كل يضربو بلاس بالكفاسمو بستخاص هكذا. نحيو لي زايدين هكا على الحواف هكذا، هذا الستيكر هذا الورق التغليف هذا منو فيه باهي منو فيه بلاش تنقولو ديري تزيين تغلفي بيه بلا تزيين يجي باهي. ها جاي هبل، وحنا لازمنا نقومو بالتزيين تاعو هكذا. الحرف نشوفو تاش يجي بزاف هنا، نقوم بعد نقص نحطو هذا. شوفو نكملو من بعد نولي لكم. هاني بعد ما زينت هذه لابواط هذه بستراس وزدت هذه تاني في الجوانب منها ودرت لها هذا لي تروك هادو، هذا هو الشكل النهائي تاع هذه الرباطه تاع الفورماج. ان شاء الله تنال رضاكم وتنال اعجابكم، ودرك نعتلكم الاخرى اللي درتها قبل. دائما انا ندير الاولى في الكواليس الثانيه معاكم، هذه درتها في الدوغي، هاني درتها في الدوغي. اسم ستيكر هو واحد فريد ليتر، ولكن في التزيين بدلت برش تسمعوا مزي بعدهم هاكم خدو من زي بعدهم. وش هي هذا درت له الدوغي في الجوانب تاعو، ومن تاني دوغي، وهنا تاني درت اشكال هكا اشكال بهذا الستراس. هذا درته في الدوغي وهذا درته في نوار في الاخر لارجونتي. ها شوفوا الاناقه، شوفوا الجمال، شوفوا هذه تقدروا تحطوهم كمنظم هكا لحوايجكم هكا لي زاكسيسوار تاعكم خوات هكا علاش تاع دوامي هكا تلموا فيهم لي زاكسيسوار تاعكم السناس الكورميت تاع خوات هكا، ولا اي حاجه، ولا تحطوا فيه الميك اب تاعكم هذوك اللي يجيو نقولوا هذوك اللي يجيو مسطحين برك، ماشي هذوك لي ستيلو ولا ايسونسييل منظم لجميع الاستعمالات. هادو هما الزوج، انا دائما ندير بالزوج
هذا هو الشكل النهائي تاع هذا الريبوات، وهذا هو الفيديو تاع اليوم. ما تنساونيش في لايكات، وما تنساونيش في الاخر، ما تنساونيش في تعليق. والجدد مرحبا بكم، ديروا لي لابونمون، ونتمنى لكم السعاده والهناء. نقول لكم سلام.